مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى بعبدة لمتابعة كلمة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام التي ألقاها قبل قليل عقب لقائه الرئيس سليمان. اليوم مستمرين بالتداول مع فخامة الرئيس لمواجهة استحقاق تأليف الحكومة، وطبعا في وسط غابة من الشروط والشروط المضادة، الأمر عم يتطلب جهد أكبر ومسعى متواصل، وطبعا بالمقابل في خشية من هالفراغ اللي عم بيعم على كل مستوى وفي كل مجال، فراغ السلطة التنفيذية اللي عم ينعكس سلبا على كل وضع البلد، وبالتالي يعني الأمر لا يمكن أن يبقى ويستمر هكذا. هذا وضعنا اليوم. طبعا كل الاحتمالات مطروحة وقلتها قبل، أنا كل الخيارات أمامي موجودة، وطبعا ما حتبقى إلى ما لا نهاية، وبالتالي في وقت ما في لحظة ما على المسؤول وعلى المؤتمن على هذه المهمة أن يتخذ الخطوة اللي بيشوف فيها إنهاء لهالفراغ وإنهاء لهالوضع السلبي. نحن مثل ما قلت بوسط غابة من الشروط والشروط المضادة، وبعدها هي مسيطرة على الوضع في سياق تأليف الحكومة اللي عم نتمناها تكون يعني بتأييد الجميع وحاضنة للجميع. طبعا مواقفي اللي بتتعلق بقناعاتي على مستوى تأليف حكومة يكون فيها أمل ورجاء للبلد ويكون فيها حد لهذا الفراغ اللي تحدثت عنه، بعد ما زالت هي ما عندي شيء يعني يضطرني أنه اتراجع أو بدل مواقفي، لأنه أصلا هذه المواقف مبنية على قناعات ما هي أتت من لا شيء، وهذه المواقف من بداية الطريق كنت حريص على اعتمادها وحريص على التعاطي مع الجميع في إطارها من أول الطريق، ولا أرى فائدة اليوم بأنه يعني هذه الثوابت أو هذه القواعد التي اعتمدتها في سبب لهزهزتها أو لإضعافها أو للتراجع عنها. رأي فخامة الرئيس بشكل هذا الحكومة التي تحدثت عنها؟ طبعا هذا أمر بيني وبين فخامة الرئيس، فعندما يحين الوقت ستتعرفون إلى رأي فخامته وإلى رأيي وإلى رأي ما نرى فيه بالنتيجة مصلحة الوطن. انت شو رايك؟ انا حاسس انه المواطنين ان اللبنانيين سئموا من الفراغ وسئموا من الا اجراء على مستوى تاليف الحكومه، وبالتالي اشعر بهذا الضغط كل يوم في لقائي في مناسبات عديده وفي تواصلي مع الناس، بانه الناس عم بتطالب بحكومه، ورغبة الناس لها حصة كبيرة جدا عندي،
وأنا لمن بحكي عن الأمانة اللي أنا بين إيدي هي أمانة بالدرجة الأولى مع الناس وفي اتجاه مصلحة الناس ومصلحة الوطن. وبالتالي نعم أنا أسعى ليلا نهارا لعدم خذل الناس، لعدم إحباط الناس، وبالتالي البلد إن شاء الله بدعم هؤلاء الناس، بدعم المواطنين، بدعم كل الشرائح بالبلد بدون استثناء من كل المناطق ومن كل الطوائف، إن شاء الله يجب أن تفرج عن شيء إيجابي وبناء. مع من؟ يعني الكل يعرف أنه الحكومات فيها حقائب والحكومات فيها شكل والحكومات فيها حجم، ولابد أن كل ذلك في التداول يعني، وبالتالي ليس بالضرورة توزيع حقائب معينة أو أسماء معينة، ولكن لما بده الإنسان يشكل حكومة بده يستعرض كل اللي أمامه ليقدر بوقت ما بمكان ما يقدر يقول ليش توصل لتشكيلة معينة أو لحكومة معينة. نعم. يمكن ان تخرج انت وخصم باريس من هذه الغابه لحكومه خط حد لكل هذه المطالب، يمكن تتعارض؟ نحن طموحنا انه يخرج الوطن من هذه الغابه، مش نحن نخرج، بدنا نخرج الوطن يخرج. ومن هون قلت بعتقد بشكل واضح انه هدفنا انه نعمل المصلحه الوطنيه، ومن هون كان تمسكي بشعار حكومه المصلحه الوطنيه، وما زلت متمسك بذلك، وآمل أن نصل له وأن لا يكون بعيد إن شاء الله. شكرا. يعني أتجه إلى حكومة المصلحة الوطنية، وبتأمل أنه هالأمر ما يكون بدون يعني رؤية وإلى ما لا نهاية. شكرا. شكرا لكم. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس المكلف تمام سلام بعد لقائه الرئيس سليمان في بعبدة، والذي أكد خلالها على استمرار المساعي الجارية لتأليف الحكومة، وعبر سلام عن خشيته من الفراغ الذي ينعكس سلبا على وضع البلد، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يستمر، فاللبنانيون سئموا من الفراغ بحسب قوله، كما قال أن كل الخيارات مطروحة ولن أبقى مكلفا إلى ما لا نهاية، ومواقفي المتعلقة بقناعاتي لم تتبدل ولن أبدلها، وطموحنا أن يخرج الوطن من الغابة لا نحن. هذا كل شيء حتى الساعة، تابعونا في النشرة.